الأخ اللي كان يتلو الآيات القرآنية، السيد اللي كان يتلو الآيات القرآنية، لفت نظري إلى موضوع أحب أطرحه للإخوة الكرام باختصار شديد. أنا كان ببالي فكرة أخرى، ولكن آيات سورة النور حقيقة آيات ملحمية، آيات عجيبة، فجذبتني إلى منحى آخر قريب من الأمر الأول اللي أردت بيانه، وهو عناية السماء بأوليائها. السماء تعتني بأوليائها، تعتني بهم من البداية حتى النهاية، وما بين البداية والنهاية أيضا هناك عناية من قبل السماء. طبعا الشواهد على ذلك ملفات وملفات قرآنية وملفات روائية وكلام طويل عريض، بحر نغرق فيه. هذا بصدق أقوله، يعني مو مسألة أريد نكثر كلمات، بواقعية أقوله اللي يعني أستغل هاي الدقائق المعدودة حتى نستفيد من الإخوة الشعراء والرواديد خدمة الحسين. الشيء باختصار أقوله أنه شوفوا هاي العناية اللي الآن أختلاها في الآيات الكريمة. مثلا هذه آيات سورة النور، الله جل وعلا يتكلم عن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. طبعا الآية لها تفسير ولها تأويل كما تعلمون، والآية لها ظهر ولها بطن كما هي كل آيات القرآن الكريم، بل مو لها بطن لها بطون في ثقافة الأئمة الطاهرين. فلينظر الإنسان إلى طعامه، الإمام قال إلى علمه، كلغة عربية لعله ما يساعد الأمر أنه طعامه علمه، شنو علمه؟ الإمام يتكلم بلغة حقائقية حقية سلام الله عليه. وغيرها قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا في سورة الملك فمن يأتيكم بماء معين، كتفسير هذا الماء بالنسبة لتفسير آل البيت الحقي الحقائقي الحقيقي الحقيقي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال إن ذهب عنكم إمامكم. الماء إمام. طبعا هسه بين التفسير الظاهري وبين التأويل الحقي الحقيقي أكو وجه اشتراك، والقضية عبثية لا، أكو وجه اشتراك. الماء حياته والإمام حياته، فلولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إذن الإمام له ولاية الإبقاء، مو فقط ولاية الإيجاد ببركته، وإنما الإبقاء الاستمرار، يعني مو فقط حدوثا وإنما بقاء كما يعبر أهل الاختصاص في مشرب من مشارب المعرفية. لولا الحجة لساخت، بالنتيجة الإمام حياة، الماء حياة، جعلنا من الماء كل شيء حي. فقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إمامكم، أكو وجه اشتراك بين الظهر والبطن، قضية مو اعتباطية وعبثية. أو حتى فلينظر إلى طعامه، قال علمه كطعام الروح، هناك طعام الجسد، هذا الطعام العادي مثل ما الجسد يحتاج الروح تحتاج. هسا هنا أكو أبحاث، مثلا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال له من شنو؟ من غرق، من حرق، من الإمام قال له هذا كله صحيح. قال له أكو أعظم؟ قال نعم أكو أعظم. قال له شنو الأعظم؟ قال من أحياها من ضلال إلى هدى. هذا بعد فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا اللي النبي قال يظهر، هذا الآية تأكده، لو هدى الله بك واحدا لكان خير لك مما طلعت عليه الشمس. مو النبي يقول من أحيا، سبحان الله، شوف نفس مؤدى الحديث النبوي قرآني، سبحان الله، واحد تهدي خير مما طلعت الشمس على البشر كلهم والكائنات كلهم. القرآن الكريم يقول واحد تحيي كأنما أحييت الكون كله، نفس تماما نفس المؤدى النبوي القرآني، واحد نفس المؤدى، يا سبحان الله نفس المؤدى. حياكم الله شيخ، تفضلوا. هسه شو انا اريد اقوله، ما اريد اضيع وقت الاخوه، احنا الوقت يكون نستفيد منه. الله يخليكم، صلوا على محمد وآل محمد. انه الظهر والبطن، شوفوا الظهر والبطن في تفسير آل البيت عليهم السلام، الظهر كتفسير، اي مفسر يقول انا هذا اعرفه من ظاهر القران، وظاهر القران حجه، ماكو مشكله، بس يبقى الأعظم هو البطن اللي لا يعلمه إلا الله والراسخون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني الراسخون نفسهم.
هذا الملف نفسه ملف آل عمران. أو ثم أورثنا الكتاب بكل منازله مراتبه علومه الذين اصطفيناه. اصطفيناه مو كل الناس، خصوص الناس، مو عموم الناس، خصوص اصطفينا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، النبي وآله وآل عمران. الاصطفاء للخواص مو للعموم. الله يقول أورثنا الكتاب، الكتاب كله كله كله، قضية مو بس قضية قل كفى بالله شهيدا ومن عنده علم الكتاب، لا مو بس هاي الآية، وما يعلم تأويل الله والراسخون بل هو آيات بينات صدور الذين أوتوا العلم. نفس المؤدى، نفس المؤدى بشبكة آيات، نفس المؤدى. أو ثم أورثنا الكتاب، ولهذا تقرؤون في زيارة من زيارات الحسين السلام عليك يا وارث التوراة، مو بس آدم ونوح وموسى، بس احنا هاي شوية ما نركز عليها في ثقافة الوراثة في القرآن وفي الزيارات وفي كلمات الأم. السلام عليك يا وارث التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، ورد في زيارة من زيارات الحسين أنك وارث كل كتب السماء. هاي القرآن مثبتة، يعني فهذا خو زيارة مؤدى قرآني. بعد لا تقول لي هاي الزيارة سندها شنو واردة بالكتاب، بابا مؤدى قرآني ستعوفك من سندها، لا قرآني، هاي آية قرآنية. ثم أورثنا الكتاب، القرآن هو لما الله أورث القرآن الذي اصطفى، بالنتيجة خو من باب أولى التوراة والإنجيل، القرآن فيه ما في التوراة وما في الإنجيل وما في الزبور وزيادة. ولهذا في آية القرآن، آية من آية القرآن مهيمنا عليه، يعني القرآن مهيمن على التوراة على الإنجيل على صحف إبراهيم على الزبور على على، خو لما الله أورث الكتاب لمن اصطفى في زمن نزول الكتاب من آل إبراهيم اللي هم من آل إسماعيل اللي هم النبي وآله، إذا أورثوا الكتاب أخوة من باب أولى أورثوا التوراة والإنجيل والزبور والصحف وإلى آخره. القرآن فيه ما فيها وزيادة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مو كل الناس، مو كل الناس. الله يقول زين من هم الذين اصطفاهم؟ أسرة محددة، آل إبراهيم، فرع إسماعيل، إيه هذا ثابت لا نقاش فيه. هاي الأسرة، شوف العناية، أنا كان بحثي هذا أنه عناية السماء بأوليائها من البداية حتى النهاية. هاي الأسرة أكو عناية خاصة بيها، جبرا لا مو جبرا هي تستحق ذلك، واختيارا وبما قامت به هي هسب هذا العالم ذاك العالم. هنا يا ممتحنة، امتحنك الله، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك النتيجة. أو بداية دعاء الندبة فشرطت عليهم الزهد في ذا فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقربتهم كذا كذا، يعني البداية كانت منهم. يهدي إليه من أناب، هو أناب الله هم خلى عنايته لي، قضية مو قضية جبرية حتى تقول شاءان أخو الله هم لو مهتم بي مثل ما مهتم بالحسين أنا مصر بالحسين، لا مو شيء، أنت ما سويت السوال حسين. ولهذا أئمتنا مثلا في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته ألست بربي؟ قالوا بلى، قال أول من قال بلى جدنا، ولهذا فضل على الأولين والآخرين سبقهم السابقون السابقون. في الواقع أولئك هاي كلها ملفات قرآنية، إذا تجمعها تهيكلها تبوبها تفهرسها تطلع بنتائج عظيمة. هسه باب من هاي الأبواب، ما أدري أحبه وياي لو عافوني، باب من هاي الأبواب إذا أريد نصل الضوء عليها شوف وين نوصل، تبين عناية السماء بهؤلاء. يا باب هاي الآيات اللي قراها السيد الله يحفظه، حقيقة جذبتني آيات عجيبة صدق ملحمية، يعني من ملاحم آيات القرآن هاي آيات سورة النور. النور آل البيت، مثل نوره كمشكات لما قالوا فاطمة، بعدين مصباح حسن، زجاج الحسين، بقي نور على نور الأئمة، رواياتهم حتى في كتب السنة ما نقاري موجودة. بعدين القرآن شي يقول هذا اللي يهمني، يقول يوقد من شجرة مباركة، هاي بسورة النور، من شجرة شنو مبارك. تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة مساكن بركة الله، يعني عيسى جعلني مباركا، عيسى أخذ بركته من المساكن، أنتم المساكن، عيسى أخذ بركته منكم. موسى كان وجيها، القرآن يقول عيسى وجيها في الدنيا والغالة. لا قرآن، القرآن عيسى منين أخذ الوجاهة؟ اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين، الوجاهة من الحسين. عيسى أخذ البركة منين؟ من الحسين، مساكن، إيه لأن هاي أسرتهم الله يسميها. هسه البعض يستهزئ، كيف يستهزئ؟ شو يخصهم يستهزئ بالقرآن؟ يستهزئ
القرآن يقول هاي الشجرة المباركة، هذا الأصل، هذا الأصل، مساكن بركة الله، معادن حكمة لقمان حكيم. من أخذ حكمته لقمان؟ أهل البيت لما سألوهم عن الفرق بين حكمة سلمان ولقمان قالوا حكمة لقمان قطرة في بحر حكمة سلمان، قطرة. زين سلمان من أخذ الحكمة؟ أخذها من علي بن أبي طالب. هذه رواية أنا مدينة العلم، ثلاثة تعابير يا إخوان، والله بصدق أسولف يعني ما مبالغ. أنا صوتي ليش ما جبت المصادر وياي؟ كتب السنة والشيعة الله يشهد. شوفوا هذا المجلد اللي خلاه سيد حامد صاحب العبقات لكهنوي رحمة الله عليه، من أعاظم علماء الشيعة. مظلوم سيد حامد، ما أدري إيش وقت نرفع ظلامته. سيد حامد الشيخ الأميني استفاد الشهرة للشيخ الأميني وهو يستحقها، ثلاثة أرباع موسوعته أو لا، خلينا نقول مجموعة كبيرة بتعبير أدق، أتراجع عن ذاك الكلام، مجموعة كبيرة من موسوعته استفادها من سيد حامد. بس مشكلة صاحب العبقات كتابة فارسي، ما أخذ شهرة بالمحيط العربي، ما وإلا الأصل سيد حامد لكهنوي، أكثر استفادة العلامة الأميني من سيد حامد. طبعا السيد الميلاني الله يحفظه سيد علي لخص الموسوعة بعشرين مجلد، بس مو كلها، لخصها، سماها نفحات الأزهار في خلاصة عبقات، عربها ولخصها في خلاصة عبقات الأنوار، وإلا الأصل عبقات الأنوار للسيد حامد رحمه الله. بس مظلوم، إحنا مشكلتنا هاي، ليش ما يصير مؤتمر دولي لسيد حامد وتبين لي آثاره وكتبه، من أعاظم، من أكابر، من أساطين علماء الشيعة. حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها خلالها مجلد كتب السنة، مو كتب السنة، مو فقط أنا مدينة العلم، لقالها ثلاث عبائر سيد حامد في كتب السنة، أنا مدينة العلم، أنا مدينة الجنة وعلي كتبهم، ثلاثة أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام الصادق عليه السلام يقول حكمة لقمان قطرة في حكمة سلمان. زين سلمان نص قطرة بحكمة محمد وعلي، يعني القضية هكذا، مو قضية آني أريد، يعني هي هكذا. مساكن في الجامعة الكبيرة، أتحدى لي أخوان، طبعا ما حاشاكم، أتحدى غيركم، أتحدى حتى ذول اللي يسمون بالكذا وكذا وما يعترفون بفضائل هذا البيت، وبعضهم يشكك حتى هم كانوا الشيعة، أتحداهم أن يجيبوا لي، عليكم السلام حبيبي وسلم، أن يجيبوا لي عالم من علماء الشيعة، بس عالم حقيقي، عالم حقيقي، يعني مو يجيبوا لي عالم حقيقي من علماء الشيعة يقول زيارة الجامعة مو أصح الزيارة سندا، أتحدى وأعلاها مضمونا الجامعة وعاشوراء، إجماع علماء الشيعة، فقهاء الشيعة، أعز الله فقهاء الشيعة، إجماع الجامعة وعاشوراء أصح الزيارات سندا وأعلاها شنو؟ مساكن بركة الله. هنا القرآن يتكلم عن هاي الشجرة، يقول من شجرة مباركة زيتونة. الطريف أقول لكم قضية، أراويك الفرق بين العلم والجهل بصدق، بين اللغة المنهجية والهمجية، بين التفكير والتكفير. شوف أنا مرة قلت على المنبر الإمام الصادق وأهل البيت يقولون في برهان سيد هاشم البحراني وهو من أكابر علماء الشيعة ويستحق مؤتمر عالم، سيد هاشم هذا أيضا من فقهاء، من علماء وفقهاء، البعض يصور بس ينقل روايات لا فقيه، لكن مع الأسف مظلوم سيد هاشم البحراني، هم يحتاج مؤتمر عالم تجمع به تراثه وكلام به ودراسة إليه، رحم الله سيد هاشم. في برهان سيد هاشم البحراني مثلا الإمام يقول والتين والزيتون، الزيتون الحسين، أنا انقلتها موجودة في كل مصادر. ثاني يوم دزولي مقطع جماعة كذا إلى يستهزئون، الزيتون الحسين زيتون، غبي يعني الجاهل شو يسوي؟ هو هذا ما يعرف شنو لغة القرآن، والقرآن شنو من عمق به، والقرآن ايش يقصد، والقرآن يقول زيتون يعني مو إلا بالضرورة هذا، يعني الله القرآن من يقول وسع كرسيه، يعني الله عنده كرسي ودليل كرسي، يعني هذا الكرسي هذا وش يسوي؟ هذا شلون تفهمه؟ تعال قول لي شلون تفهمه؟ وسع كرسيه ذا ناخذ على ظاهره، يعني هذا الله عنده هذا، لو استوى على العرش يعني الله عنده هذا، شلون ملوك من هذا يعني هذا الصحيح، وجاء ربك يعني مثلا هيك يعني. فالإمام من يقول الزيتون الحسين يعني هذا الزيتون هذا بالشجر يعني
فالسهولة هاي تفهم مع معارف وحقائق ودقائق. هنا القرآن من يتكلم عن أهل البيت يقول من شجرة مباركة زيتونة. هاي الشجرة يسميها زيتونة، شجرة المباركة شجرتهم. هناك الإمام الصادق يقول والتين والزيتون، الزيتون الحسين، يقصد بسورة النور هاي الشجرة المباركة. من قضية هاي الزيتونة بالشجرة وجنابة يستهزئ من يفهم؟ شوفوا القرآن بسورة النور يقول هاي الشجرة زيتونة، هناك الإمام من يقول والزيتون الحسين يقصد هاي الشجرة بسورة النور. بس تعال هذا شو تفهمه؟ نفس هاي الشجرة بسورة النور دباوعدي بسورة إبراهيم، ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، هنا يسميها مباركة زيتونة بسورة هاي بالنور. هناك يقول الزيتون الحسن والحسين تي وزيتون يعني شجرة المباركة، بسورة إبراهيم يسميها شجرة طيبة. نفس الملف يتفنن القرآن ببيانه عدة سور، كثرة المعاني موجي تدل على كثرة المباني، هكذا يقال كثرة المباني. يعني شوف 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 هذا نفس الملف القرآن الكريم يبينه بشبكة. نفس هذا الملف تلقاه بسورة البقرة، الله قال للآدم لا تقترب له. نفس الشجرة الزيتونة المباركة الطيبة إبراهيم، الزيتونة المباركة بالنور والتين والزيتون، نفس الملف بالبقرة وخمس مواضع بالقرآن الظاهر. الله ذكر قصة آدم خمس سور تقريبا، الله يقول لآدم لا تقترب لهذه الشجرة. مو قضية تفاحة وآدم دنت نفسه على التفاحة موجي. أهل البيت قالوا شجرتنا، قال لما تتحملها؟ مو قضية أن آدم دنت نفسه بها حنطة، واحد يقول وآدم راد يذوق الحنطة. الإمام قال هذا مقامنا شجرتنا، قال لما تتحمل أدنى ما تتحمل. موسى متحمل الخضر يعني سبا يتحمل، هذا مو راح نكفر احنا. الله قال نبي ما تحمل عبد صالح، شنو يعني شنو يعني؟ أو الملائكة ما تحمل آل البيت، هم ما راح نكفر، ما راح نطلع من الإسلام يا سيد. الملائكة ما تحملوا آدم، أتجعلوا فيها من يوزع اعترضوا. هسه اعتراض مو مذموم؟ نعم، مو يعني مو مثل اعتراض إبليس. اعتراض إبليس عناد تجبر تكبر، ذولا الملائكة اعتراضهم كان استفهامي تعلم. صح، بالنتيجة تحملوا آدم يوم ما تحملوا، والله ما تحملوا، مع أن آدم القرآن الكريم يقول لم نجد له شنو عزمة. الله يقول عن آدم لم نجد له عزمة، أصلا آدم مؤمن ولا عزم الخمسة. الملائكة ما تحملوا آدم، الملائكة تحملوا محمد. أنا ما أفهم الناس شو تفكر حقيقة. الملائكة اللي ما تحملوا آدم يتحملون المصطفى قاب قوسين أو أدنى. الإمام الصادق يقول أو أدنى يعني أدنى من قاب قوسين قرب من الله، في دعاء الندبة دنوا واقترابا من العلي الأعلى، طبعا الدنو المعنوي دنو الكمال. هم آدم لم نجد له عزمة ما تحملوه يتحملون قاب قوسين الملائكة. ما شو من عقول هذا؟ موسى ما تحمل الخضر يتحمل الإمام الصادق مثلا. الخضر مو من الذين قال فيهم لا يمسه إلا المطهرون، ما مس حقيقة القرآن كله. القرآن اللي تقطع به الأرض تسير به الجبال يكلم به الموتى، الخضر لم يحط بخمسة بالمئة من حقائق القرآن. الإمام الصادق لا يمسه إلا المطهرون، يمس القرآن من بائه إلى سينه بكل تخومه وعلومه. يعني وين علم الخضر بالنسبة للإمام الصادق؟ ولهذا الإمام الصادق في بصائر الدرجات الصفار رحمه الله، ما أطول عليكم، الإمام الصادق يقول لو كنت بين موسى والخضر لفعلت أمورا لا موسى أتحملها ولا شنو ولا حد الخضر، ولقلت للخضر كما قال الخضر لموسى يا خضر هذا فراق بيني وبينك ومتحمل جعفر الصادق متحمل. هي مو قضية رواية وتقول لي سندها، أنا قاعد أقول لك هاي الفكرة قرآنية. وأنا أتعجب على بعض الإخوة مثل حديث الثقلين، يا بثابت عند السنة والشيعة ثابت، أصلا متواتر صحيح مسلم موجود، مسند أحمد موجود، كل السنة قالوا متواتر. أنا شفت عالم من علماء السنة والله تصدقون يقول لهم يا بي مو أنتوا إذا قلتوا حديث الثقلين مو متواتر بقية أحاديثنا الواردة عن النبي يعني الرواة اللي نقلوها بطبقاتهم كلها أقل
وتعدد الرواة يعني طرق، تعدد طرق الرواية كلها أقل من حديث ثقلين، وإحنا قلنا متواترة. زين حديث ثقلين أكثر طرقا، فإذا قلنا ما متواتر ذيك الأحاديث تبقى وكلها تروح، كلها تروح. فقالوا عمي أنتوا قبلوا بتواتر الثقلين حتى نحافظ على بقية أحاديثنا، مو ذيك طرقها كلها أقل من طرق حديث الثقلين وإحنا قلنا متواتر. زين الأكثر إذا قلتوا ما متواتر هاي أحاديثنا كلها شنو؟ كلها راح تروح. فإحنا حفاظا على بقية أحاديثنا خل نقبل بتواتر الثقلين. توقع أحد العلماء على أشبع عيني شفتك يقولون، يقولون ما بخلصونا من هالورطة هاي، ليش يقولون ما متواتر؟ متواتر عند الشيعة وعند السنة. وإيه أقول يا قضية مو بس حديث حتى نقول متواتر ما متواتر صحيح إلى آخره. حياكم الله سيدي. القضية مو فقط هكذا، القضية حقيقة قرآنية. زي أنت القرآن شو تقول لي؟ هم تقول لي متواتر مو متواتر؟ يعني إذا كانت الحقيقة قرآنية هم تقول لي هاي الحقيقة متواترة يا مو متواترة؟ القرآن ذكرها متواتر ما متواترة شنو؟ القرآن الكريم ذكرها وأشار لها. بالنتيجة أيها الإخوة، هذه عناية من البداية إلى النهاية. القرآن لما يتكلم عن هكذا أسرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا غربية، شو هاي بسورة النور باعولي؟ لا شرقية لا غربية، يعني هاي الشجرة ثابتة بوصلة باتجاه واحد واثنين، لا منا لا منا، يعني مستقيمة. زين في سورة إبراهيم كشجرة طيبة أصلها ثابت، نفس المؤدى نفس النتيجة، أصلها ثابت، نفس الشجرة. القرآن الكريم في سورة إبراهيم أصلها ثابت، في سورة النور القرآن الكريم يقول لا شرقية لا غربية، يعني ثابتة. ثابتة يعني معصومة، يعني صراط المستقيم معصومة، صراط المستقيم أنت كل يوم تطلبه بصلاتك. ولهذا هذا اللي ما يقبل أهل البيت عليهم السلام أكو مشكلة بصلاته، يعني سورة الحمد اللي صلاة ما تقبل أكو مشكلة. اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم ثابت معصوم، معصوم بالنور، شجرة مباركة طيبة، إبراهيم ثابتة إلى نفس النتيجة. آدم لا تدنالها ما تتحملها، دنالها ما تحملها، صار اللي صار مع نفس الشجرة، نفس هذه الشجرة هاي اللي تخاطبها شجرة بزيارتك، كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام، هي هاي الشجرة نفس. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر، نفس 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 الشجرة هاي كلها شبرات توديك ذيك الشجرة. هذا الصراط المستقيم لا مغضوب عليه لا ضال، لا مغضوب عليه لا ضال، يعني لا منحرف فكريا مو ضال، ولا منحرف سلوكيا ما مغضوب عليه، يعني كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام، هي هاي الشجرة نفس. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر، نفس 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 الشجرة هاي كلها شبرات توديك ذيك الشجرة. هذا الصراط المستقيم لا مغضوب عليه لا ضال، لا مغضوب عليه لا ضال، يعني لا منحرف فكريا مو ضال، ولا منحرف سلوكيا ما مغضوب عليه، يعني معصوم علميا عمليا. شلون يوسف؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، عليم معصوم علميا، حفيظ معصوم عمليا. لا هذا الصراط المستقيم لا مغضوب عليه لا ضال، شجرة مباركة أصلها ثابت فرعها في السماء، أصلها ثابت فرعها في السماء، يعني إلها جنبتين، جنبتان، جنبة ملكية جنبة ملكوتية، جنبة غيبية جنبة مادية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، نفس النتيجة، مثلكم جنبة، جنبة عالم الشهادة، يوحى عالم الغيب. حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا، تفضلوا. هذا نفس المؤدى نفس النتيجة. بدقيقتين حتى نكمل إن شاء الله تعالى، نكمل يعني إن شاء الله تعالى. بعدين يقول يكاد زيتها يضيء بصيغة المضارع، يكاد زيتها يضيء، زيتها مستمر، هذه الشجرة زيتها مستمر، نفس مؤدى لا تخلو الأرض من شنو؟ من حجة. هاي الشجرة ما راح تفارقها الأرض، ما ممكن. ولهذا عدنا بالروايات بالكافي وغيره أنه آخر من يبقى في الأرض هو الحجة، الحجة الإلهية. يعني
أستذكر كلمة طيبة لابن شهراشوب وهو الخبير العالم القرآني الروائي رحمة الله يعني صاحب المناقب صاحب متشابه القرآن عالم موسوعي. ابن شهراشوب يقول الله جل وعلا جعل الخليفة في الأرض قبل الخليقة حتى ما حد يحتج عليه. إني جاعل في الأرض شنو؟ خليفة. خلى خليفة قبل الخليقة. يقول خو ما معقولة يترك الخليقة من دون خليفة، هو خلى الخليفة قبل الخليقة. أهل البيت شو يقولون عليه السلام؟ يقولون آخر من يبقى في الأرض هو الحجة حتى ما حتكون إلى حجة على الله يوم القيامة. بالنتيجة القرآن الكريم في هذه الآيات يقول يكاد زيتها يضيء مستمر، ما تخلو الأرض من هذه الشجرة المباركة. بالنتيجة هم أوتاد الأرض، وجود الأرض بهم عليهم السلام. هذه حقيقة قرآنية، لو الحجة لساخت لماجت لساخت كما في الرواية الشريفة. حقيقة قرآنية بسورة النور هم موجودة، وبسورة إبراهيم الشجرة الطيبة هم موجودة. هنا يكاد زيتها يضيء هناك، بس ما أستذكر الآيات. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كل حين تؤتي أكلها كل حين، نفس مؤدى أنه يكاد زيتها يضيء. نفس الشجرة، نفس الخصائص، نفس المزايا. سبحان الله، ملف عدة سور يدل على عظمة هذا النبات. يكاد زيته ولم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله. بعدين يقول في بيوت، هاي كلها في بيوت أذن الله أن ترفع. اتضحت حتى قام الأول كما في تفسير السيوطي، قال له هاي البيوت منو يا رسول الله؟ بيوت الأنبياء. قال نعم. قال بيت علي. ليش تبادر إلى هذه لما قال له بيوت الأنبياء؟ ليش تبادر إلى ذهن علي؟ وليش ما قال له بيتي منها، بيت صاحبي منها؟ شنو المرتكز في داخله لما قال له بيوت أنبياء؟ بيوت مرتبطة بالسماء، مرتبطة بالسماء، فيها جنب غيبية. أول ما تبادر ذهن علي ليش؟ هذا الارتكاز منو خلاه بداخله؟ قال بيت علي منها. قال من أفاضلها. هذا في الدر المنثور للسيوطي، تفسير الثعلبي كذلك إن لم تخلني الذاكرة. نفس المؤدى، في بيوت أذن الله إلى آخر الآيات الكريمة. هذا يدل على عناية السماء بهذه الشجرة المباركة الطيبة الزكية اللي الآن الناس كلها تعيش بأنفاسها ببركاتها بألطافها. بكم يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه كما تقرؤون في الجامعة. بكم يكشف الضر كذا كذا، ينزل الغيث اللي لم تخن الذاكرة إلى آخره. بكم 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 بكم، كل حقائق هذه قرآنية، القرآن هم يثبتها لهذه الشجرة المباركة الموجودة في شبكة سور، عدة سور، وكلها تشير باتجاه واحد، هذا الواحد هو محمد وآل محمد. تجاسرت بحضور السادة الكرام، بحضور المشايخ الكرام، خدمة الحسين، خدمة المنبر. أطلب من الله يحفظهم جميعا ويحرسهم بعينه التي لا تنام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لسماحة الشيخ زمان الحسناوي. ذكراك ذكراك للمبتلى روح وريحان، ونور حبك في الألباب إيمان. يا مهجة المصطفى يا ضوء ناظره، آيات مجدك للأجيال فرقان. إن كان للمجد عنوان فأنت له، مهما تباينت الأمجاد عنوان. أيها الأحبة الكرام، حضورنا العزيز، حياكم الله في مدينتكم مدينة كربلاء الحسين، كربلاء الكرامة والإباء. نتمنى